تفضل يا سميرة. كديان المغرب. يا هلا بك. شعارنا شعارنا أولا الله الوطن الملك والصحراء المغربية، واللي خلناه ما يعيش أكثر. هذه من جهة. لكن عندك البرنامج ديالك كتسمى الرأي الحر كما كتسماه، وكنتي صح رأي الحر، كنت هضرتي على التصلح والتطبيع والاستقبال. أصدقائي الأعزاء السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوصلنا لكم مزيان. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناة. الفيديو اللي غادي نشوفوه اليوم إن شاء الله ديال صالح الأزرق. هاد صالح الأزرق دائما كيهضر على المغرب، دائما الحوارات ديالو ولا الحلقات اللي كيدير على القناة ديالو هو المغرب، كيهضر على التطبيع ما بين المغرب وإسرائيل وكيربطوا به مغاربة الاتصال. ولكن كيف ما كتعرفوا الطالح الأزرق ما كيخليش المغاربة يعبروا عن الرأي ديالهم ويهضروا، كيقطع لهم اتصال وكيقول لهم بان الفكره ديالكم وصلت. ولكن ملي كيطلع شي جزائري وكيبدا كيهضر على المغرب وكيبدا كيسب في المغرب والمغاربه، كيعجبوا الحال وكيخليه كيهضر جوج دقائق ثلاثه دقائق، كيقول له القناه ديالك غادي يدير فيها اللي بغيت. اللي عجبني في هذا الفيديو هي واحد المغربيه اللي ربطت به الاتصال وبدلاته على المباشر، ما خلاتلوش، مسحت به الارض، قالت له بزاف عليك المغرب وانت دائما كتبقى كتهضر على المغرب والمغاربه، هاك هو كعباد الله بعد علينا، عطينا الثقار، هضر شي شويه على الجزائر، هضر شي شويه على تونس، هضر شي شويه على شي موضوع اللي كيهمك انت دائما حط على المغرب. خوتي العزاز فيديو يستحق المشاهده، كنتمنى باش تفعلوا معايا بشكل كبير. الناس اللي مازال ما شاركش معنا مرحبا بكم خوتي العزاز، شاركوا وفعلوا الجرس، يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. أنا من هذا يعني لماذا بعض المغاربة يسوقون التطبيع والانبطاح للمحتل بقصة الصحراء؟ ما علاقة هذا بذاك؟ يعني أنتم الآن المحتل الصهيوني هذا الكيان القزم يعني الآن جايبينه تحتموا به لأجل الصحراء أم ماذا بالضبط؟ أنا لا أدري الربط بين قضية الصحراء وبين التطبيع مع دولة الاحتلال. ما هو الرابط بين القضيتين؟ هناك رابط. عظيم. العالم المتحكمين فيها هم اليهود، اللوبيات اليهودية الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا دعمتنا هذه اللوبيات فإننا سنحسم قضية الصحراء. ولكن لو سمحت لي، قناتكم بدأت تستضيف مؤخرا في فيديوهات انفصاليين يدعون أن المغرب مستعمر مستعمر مستعمر. كيف تريدون أن ندعم فلسطين وأنتم كمسلمين كقنوات إسلامية تدعي المرجعية الإسلامية؟ نحن عزيزي هذا منبر مفتوح للجميع، نحن لسنا بوقا لأحد، مفتوح للجميع، تشارك أنت حضرتك ويشارك من يختلف معك في الرأي. تفضل أعطيني رأيك الآن في هذه القضية. تفضل. لو سمحت لي أتحداك أن تستضيف ناشطين يؤيدون انفصال القبائل على الجزائر. أتحداك أمام المعنى الذين يستمعون لهذه القناة. طيب ولماذا وهل استضفنا الآن أشخاص يحرضون ضد المغرب؟ نعم. هل استضفنا شخصية تحرض ضد المغرب وتطالب مثلا بتدميرها؟ أخيرا قبل شهر في الفقرة الأخيرة من البرنامج لمدة يومين استضفتم شخصين يدعون أنهم صحراويين ويقولون أن لا عد صديقي، هذه فيديوهات تأتي بشخص مغربي ولكن عنده وجهة نظر في الصحراء فهذا من حقه. على كل حال شكرا لك، أشكرك أبو ياسر. لا 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 يمكن المقارنة، اسمح لي في ذلك. أنت مغربي وهو مغربي، هو عنده رأي وأنت عندك رأي، لا يمكن أن نأتي بصوت واحد وتقول لي عاد منبر. لا، هذا رأي حر، يعني رأي حر. إنما أنا أحرض ضد الجزائر وما تسمونه أنتم باستقلال القبائل. يا حبيبي القبائل إذا دفعتم، أنا أضع هذا بين قوسين على فكرة وأنبه المغاربة لأن هذه خطيرة القصة. القبائل في المغرب على الأقل على حد علمي الأمازيغ في المغرب نسبتهم أكثر مما هم في الجزائر، فإذا طالبتم باستقلال القبائل ستكون المغرب أو يعني ستنهار قبل ما تنهار الجزائر. فحذاري، دعوا الوطن للمواطن أكان عربي ولا أمازيغي، لا تلعبوا على هذا الوتر لأنه يشكل خطر على المغرب أكثر منه من خطورته على الجزائر. أنا أردت أن أنبه منذ مدة حول هذه النقطة لأن المغاربة يبدو يحركوا في هذا الوتر في الجزائر وناسين أنفسهم. طيب سعيد من بلجيكا. السلام عليكم. وعليك السلام. بغيت غير قلت الأخ ديالي المجازات اللي دار بهم المغرب في فلسطين ماشي بالعذراء. أول حاجة دار بيت لحم للتعليم أولاد فلسطين والمدارس، وبنى المستشفى الحسن الثاني في القدس، وإرسال مستشفى عسكري إلى غزة، وساهم في الوساطة باش يحلوا الحدود بين فلسطين والأردن،
وزعما ماشي بحال هذوك الناس غير الهضره والترحاب وكذا وكذا، يعني في عين المكان المغرب كيخدم في عين المكان فوق التيران كيخدم، يعني ناس ولدي الفلسطينيين المغرب بزاف ما دار. شكرا لك، اشكرك سعيد من بلجيكا، شكرا لك. سميعه، لا ادري اذا كان الاسم دقيق، من المغرب، مساء الخير. سميرة، السلام عليكم. بل سميرة، تفضل يا سميرة. سميرة من المغرب. يا أهلا بك. شعارنا أولا الله الوطن الملك والصحراء المغربية، واللي خلاه ما يعيش أكثر، هذه من جهة. لكن عندك البرنامج ديالك كتسمى الرأي الحر كما كتسماه، وكنت في الصح رأي الحر، كنت هضرتي على تركيا وتطبيعه والاستقبال اللي عملوا استقبال الملوك للرأي ديال إسرائيل اللي عنده، هذه ثانيا. وريحتك راحت بزاف، الريحة ديالك رجعت خمجة. على قبل كتهضر ديما على المغرب، علاش ما هضرتيش على اخرين؟ المغرب المغرب المغرب، راك جرعتيني هذا المغرب هذا. عطيك الثقه لراسك وخلينا ما نبقاوش يسبوا فيك وندعوا فيك. راسك الدعوات غادي تخرج في ولادك. لا كانوا عندك راح المخ ديالك وهذا الراي الحر اللي كتبقى تقول لنا الراي الحر، شنو الراي الحر هذا؟ طيب هذا الزفت شكر... اللي عندك ماشي الراي الحر. شكرا لك، شكرا لك، اعطيتك فرصه رغم بذاءة لسانك، اعطيتك فرصه حتى اؤكد لك بانه هذا راي حر بالفعل. كان بإمكانك أن تدافع على الفكرة كما ترينها، ولكن لأنك لا تملكين حجة ولا تملكين إلا بذاءة اللسان وشيء ما تاه لا يستغرب كما يقول البعض، فأعطيتك فرصة حتى أؤكد لك بأن هذا المنبر مفتوح لك ولغيرك. يا ريت المرة القادمة تعطينا معلومة وتقارع الحجة بالحجة وتدافع على هذا التطبيع إذا كانك تدافع عليه، لأنه هناك آخرون من المغاربة دافعوا بشكل مؤدب، وهناك آخرون أيضا انتقدوا التطبيع. تفضلي وتحدثي بكل أريحية، لكن ببذاءة لسانك أنا لا أرحب بك مستقبلا في هذا البرنامج. يا ريت تعالجي نفسك أولى بذلك، لأنه هذا السلوك على فكرة لا يدافع عن أي قضية. أنت تسيئين للمغرب ولا تدافعين عن المغرب سيدتي، مع الاحترام طبعا لنساء المغرب الشريفات. شيماء، ناخذ محمود من الجزائر، مساء الخير. مساء الخير استاذ. يا هلا بيك. مرحبا بك. فيما يخص قضيه التطبيع المغربي الاسرائيلي. القضيه تتعلق انه المغرب عنده نوايا توسعيه ويحب يستقوى دوله اسرائيل على اساس باش يثبت المخططات تاعو على حساب دول الجوار الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربيه. وقضيه التطبيع هذه عندها خلفيه تاريخيه. وش هي السنين الاخيره خرجت للعلن، بكري كانت مخفيه فقط، هي العلاقه قديمه 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 قدم التاريخ. طيب يا محمود، يا محمود، ضيفنا منذ قليل وهو مغربي يحذر من ان الصهاينه يدفعون لاشعال حرب مغربيه جزائريه وتدمير البلدين، هل هذه المخاوف برايك محقه ام مبالغ فيها بعجل؟ هي مبالغ فيها من ناحيه انه اسرائيل هي الاخ، اسرائيل ما ظنيش كان اسرائيل هي اللي جات، يعني كما نقول بالمعنى، يعني لو كانت المغرب ضد انه فكره تستقدم اسرائيل كانت اسرائيل ما تاتي. المغرب النظام الحكم المغربي هو اللي استقدم اسرائيل. شكرا لك محمود من الجزائر. شكرا لك. كيف ما شفتوا اخوتي اعزاز الفيديو ديال اليوم هذا، كنتمنى باش يكون عجبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، وسمحوا لنا الا كنا طولنا عليكم. الناس اللي مازال ما شاركش معنا، مرحبا بكم اخوتي الاعزاز، اشتركوا وفعلوا الجرس، مازال ما درتيش لايك كنتمنى باش تفعل مع الفيديو ودير لايك الفيديو. شكرا لكم اخوتي الاعزاز، تبارك الله عليكم، والى حلقه اخرى ان شاء الله، وديما مغرب.